الباس اللي طبعا انت اخبار مع ذلك ما يقبل من حد. نذكر ايضا اللاعب الذي طبعا ولد في اقليم الباسكو هو لويس فرنانديز الذي درب الفريق بعد ذلك من اشهر الاسماء التي درب. المتعة عنوانها برشلونة تناقلوها كرة من قدم إلى قدم من قدم إلى قدم. أمام أنظار ملك إسبانيا فيليب السادس نيمار وبالتالي شوف 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 راكيتيتش سواريز أخذها نقلها في المكان السهل.